بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده من قناتي قناه المهندس ياسر نبيل. النهارده هنتكلم عن موضوع افضل مقاس لمبات للجبس، يعني ازاي او تختار نوع وقطر ومقاس اللمبه اللي تركبها في السقف الجبس المعلق بتاعك. اتمنى تدعمونا بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس قبل ما ندخل في الحلقه، وندخل في الحلقه على طول. طيب، اللي بيحدد توزيع اللمبات او اللي بيحدد افضل مقاس لمبات الجبس، اول حاجه ذوقك الشخصي. يعني انت برضو لازم يكون عندك ذوق شخصي في اختيار العنصر اللي هتركبه في او اللمبه اللي هتركبها في الجبس اللي هي السبوت لايت، وبرضو اللي بيتحكم في اختيارك للسبوت لايت نفسه الميزانيتك، تمام؟ لان في منه صيني وفي منه اصلي ايطالي او الماني او ايا يكن، تمام؟ طبعا المقاسات مختلفه في السوق والاحجام مختلفة في السوق حسب مساحة الغرفة بتاعتك وحسب ما انت هتحط السبوت لايت بتاعك فين من حيث عدد اللمبات وخلافه، تمام؟ بالنسبة لانواع اللمبات، طبعا في السابق كنا دايما بنركب اللي هي اللمبة اللي بتيجي بالفريم وملتصق فيها او لازق فيها اللمبة اللي هي بنسميها البلت ان. يعني لو السبوت لايت ده اتحرق كامل هتضطر انك تفك السبوت لايت كامل وتحط مكانه. طبعا موجود حاليا في السوق الكلام ده، بس دلوقتي اتجهوا لاتجاه اخر اللي انا اقدر اجيب الفريم، تمام؟ واقدر اجيب اللمبه منفصله، بحيث لو اللمبه اتحرقت او حصل فيها مشكله اقدر اغير اللمبه مباشره والفريم يفضل زي ما هو في الجبس لسنوات طبعا. فطبعا دي على حسب انت ذوقك وعلى حسب ما انت تحب. لو السبوت اتحرق حابب، والله جالي، يعني انا عن نفسي مثلا في احدى المشاريع في سبوت بلت ان كان شكله اشيك من الجرم او اللي هو الفريم الحديد مع اللمبه، فاضطرينا اللي احنا اخترناه لجماله ولشكله، وكان عليه ضمان سنتين او ضمان سنه. فانت على حسب اول حاجه ذوقك العام واختيارك، وفي ناس تاني حاجه على حسب ميزانيتك. انت حبيت ان ما تصرفش كتير، لو السبوت ده اتحرق اقدر اغير اللمبه، بس لو انت عندك شغل تجاري او شاف في فندق او ايا يكن يبقى سهل ان انا اغير اللمبه واركبها. ده بالنسبه لانواع لمبات السبوت لايت. طبعا انا لما اجي اركب السبوت لايت بتاعي اول حاجه لازم اقيس القطر بتاع السبوت لايت من الخلف من ناحيه اللي هي المشابك اللي هتربط في الجبس، لان دي هتكون مقاس الفتحه بتاعتي. بعد كده ببدا اركب الجرم بتاعي عادي، بدخله جوه الفتحه دي، واوريدي الفريم الخارجي هيقفل على الفتحه لان الفريم الخارجي بيكون اكبر من الفتحه الداخليه او الجسم بتاع السبوت من الخلف، تمام؟ خلاص انا ركبته، ببدا اوصل الاسلاك بتاعتي باللمبه وبيشتغل على طول داخل الجبس. طب ايه هي المقاسات؟ يعني معظم المقاسات الدارجه في السوق، معظم المقاسات الدارجه في السوق بالنسبه لللمبات او السبوت لايت اللي بيتركب في الجبس، عندك 7 سم وده الدارج او اكتر حاجه ناس بتستخدمه، عندك ال 14 سم، عندك ال 17، عندك 20 سم. طبعا الفريم نفسه بتاع السبوت لايت برضو بيجي باحجام مختلفه، اللي هو اللي هيبان عندك من السقف من تحت. طبعا عندك من 1 سم لحد 2.5 سم. طبعا اختيار الفريم ده سواء بقى عريض او سواء رفيع ده امر تجميلي، بيكون حسب انت ذوقك وحسب ما انت تهوى يعني. طيب ازاي اختار مقاس اللمبه في الجبس؟ يعني ازاي اختار هنا مقاس صغير وهنا مقاس كبير في الجبس بتاعي؟ مثلا عندي سقف وعايز اركب السبوت لايت، ازاي اختار مقاس سواء كبير او مقاس صغير؟ دايما دايما واحنا بنوزع المخططات او بنوزع الرسم بنقول احنا بنحط مقاس السبوت. لو عندك مثلا غرفه مربعه او مستطيله بقول لك حط لي في الاربع زوايا اربع سبوتات كبار، تمام؟ ولو عندك صاله حجمها اكبر شوية تقدر تحط 6، يعني 4 في الجنب و2 في الضلع الاكبر في منتصف الضلع الاكبر في السقف. طبعا ده على حسب مساحة الغرفة، كل ما الغرفة عندك تبقى كبيرة كل ما تبدأ توزع السبوتات عليها. احنا قلنا بالنسبة للسبوتات الكبيرة بتفضل هي تحط في توضع في الاربع اركان، ولو عندك صالة بتوضع في الاربع اركان وبتوضع في منتصف اللي هو الضلع اللي هو الاكبر. ده بالنسبه للسبوتات الكبيره. بعد كده تقدر توزع السبوتات الصغيره ما بينهم اللي هي 7 سم. طيب ايه هي انواع اللمبات الجبس؟ يعني ايه هي انواع لمبات الجبس المتوفره في السوق واللي تقدر تستخدمها؟ هم 3 انواع: اللمبات الجبس الهالوجين، وفي اللي هي لمبه الجبس الموفره، وفي لمبه الجبس الليد.
طب ايه هي لمبه الجبس الهالوجين؟ لمبه الجبس الهالوجين هي تعتبر كانت اكتر لمبه منتشره بشكل كبير قبل طبعا ما يخترعوا اللمبات الموفره ولمبات الليد. كان ميزتها الاضاءه بتاعتها كانت قويه جدا، تمام، بس طبعا في المقابل بتستهلك كميه كهرباء كبيره، كميه كهرباء عاليه، وبرضو عيبها اللي هي كان عمرها الافتراضي قصير. دي بالنسبه للمبات الهالوجين. النوع الثاني اللي هي بنسميها لمبات الجبس الموفره، طبعا هي ميزتها اللي هي اقتصاديه في استهلاك الكهرباء، عمرها الافتراضي كبير طبعا عن مقارنه بلمبات الهالوجين، ولكن في المقابل ايضا عيبها ان هي مش بالقوه المطلوبه، يعني الاضاءه بتاعتها مش بالقوه المطلوبه. نيجي للنوع الثالث اللي هو لمبات الجبس الليد. ده يعتبر من افضل اللمبات اللي بتستخدم حاليا، وافضل من نوع من الثلاثه، لانه بيمتاز رقم واحد عمره الافتراضي عالي جدا، الاناره بتاعته قويه جدا 6 واط 18 واط حسب الواط اللي انت هتجيبه، ما بتسخنش يعني ما بيطلعش منها او بيصدر منها حراره، وما بتستهلكش كهرباء كتير. فيعتبر اللمبات الجبس الليد من احسن اللمبات اللي تقدر تستخدمها في السقف بتاعك. خد بالك ان اللمبات او السبوت لايت في ناس كتير طبعا قليل جدا، يعني اللي خلاص الناس اكتسبت خبره ان اللمبه نفسها ما بتتاسسش في الخرسانه، او السبوت لايت ده ما بيتاسسش في الخرسانه. السبوت لايت ده بيتاسس في الجبس، لان لازم يكون في فراغ او سبيس ما بين اللمبه وبين السقف الخرساني عشان يبقى في تهويه للمبه، لان ممكن لمبه بتيجي بترانس، لمبه بتيجي الواط بتاعها عالي، فلازم يكون في سبيس او فراغ. ففي ممكن تلاقي حد بيأسس لك السبوت لايت ده، هو مش هيعمل مثلا جبس او هيعمل سقف معلق ويأسس لك الجرم بتاع السبوت لايت في الخرسانه، طبعا اللمبه هتتحرق او عمرها الافتراضي هي هي هيكون قصير، ففجاه تلاقي اللونت بتاعته او السبوت لايت بتاعته كلها خربت. ليه؟ لانه اسس في الخرسانه، وده طبعا غلط انك لازم تاسس في سقف معلق. فلو انت فكرت انك تركب سبوت لايت يبقى لازم تركبه في سقف معلق، ما تركبوش في خرسانه، او تاسس العلب بتاعته البلاستيك، او تحط الجرم بتاعه في الخرسانه وتصب عليه وتقول لي انا كده ايه هحط السبوت لايت مباشر في السقف الخرساني. فخد بالك من النقطه دي كويس. طبعا اتكلمنا بصوره مبسطه عن انواع السبوت لايت ومقاساته وازاي تختاره وازاي توزعه في السقف، تمام. اي سؤال اي استفسار عن اي شيء انا تحت امركم، يا ريت تبعتوا لي على رسائل الصفحه، وان شاء الله تكون الحلقه ادت ووفت وعملت اللي عليها. كان معاكم مهندس هيثم نبيل، ويومكم سعيد.